كام سنة هجريا؟ سؤال صعب ده، عايزة تتحسب بقى وموضوع. هجرية؟ لا هجرية دي ما اقدرش احسبها، ما جربتش اجمعها قبل كده. انا عندي 64 سنه بس حسب بقى القمر بقى كان في الهجريه كان مغمضه كان يعني كده يعني. تصدق دي ولا فكره جت على راس اي حد؟ عندي 32 ميلاديا و31 هجريه. حسبتهم على اساس كل سنه بيعد من عمرك سنه؟ 25 ميلاديا و25 هجريه. 60 سنه و120 شهر او 120 شهر يعني 10 سنين. عندي 40 سنه ميلاديه بس ما اعرفش قد ايه هجريه. 23 سنه ميلاديا و23 سنه هجريه. اكيد الميلادي يعني زي الهجري، قدام 22 سنه ميلادي يبقى 22 سنه هجري. سبحان الله، ما سيد العمر واحد. 50 سنه ميلاديا واعتبر 40 هجريه. ممكن احسبها لك دلوقتي يعني، اقف كده مع نفسي واحسبها لك. كل سنه بتفرق 11 يوم، يعني ممكن اضرب 11 في 40 يطلع عدد السنوات، يبقى ممكن يطلع عندي حوالي 41 سنة ونص هجري. في فروق في السنة الهجرية 12 يوم كل سنة، يعني مش معنى ان انا عندي 51 سنة ميلادية يبقى عندي 51 سنة هجرية، لا انا عندي اكتر من 51 سنة هجرية.